إن نجاحكم وإنجازكم هذا لم يكن خط عشواء، فهناك دائماً وراء كل نجاح إرادة حرة وعزيمة صادقة وهمة عالية وطموح للمعالي وعشق للقمم. فهنيئاً لكم ما حصدتم من إنجاز، وهنيئاً للإنجاز بمن يحمله من رجال. كلمة المكرمين يلقيها نيابة عنهم سعادة الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، مدير مركز أبحاث الخليج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد الله الفيصل، سعادة وكيل جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي، سعادة الأستاذ الدكتور حسام العنقري عميد كلية الاقتصاد والإدارة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي وأنا أقف بين أيديكم باعتزاز لألقي كلمة هذه نيابة عن إخواني المكرمين من قبل كلية الاقتصاد والإدارة في هذا اليوم الأغر، يوم حفلها الختامي للعام الجامعي 1429-1430 هجرية، الذي يأتي في إطار برنامج الكلية الاجتماعي والثقافي السنوي للكلية لإبراز نتائج الأنشطة الأكاديمية والعلمية التي تمت خلال العام. أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمعالي مدير الجامعة لرعايته الكريمة لهذا الحفل، ولسعادة عميد الكلية على بادرته الكريمة تجاه المكرمين من المشاركين والمنظمين في اللقاءات العلمية وأعضاء لجان البرامج الأكاديمية، والشكر موصول لكل من ساهم في تلك اللقاءات التي كانت بحق أحد أسرار نجاح هذه الكلية العريقة في سعيها كما جاء في رسالتها نحو تحقيق موقع الريادة في التأثير على تشكيل العملية التعليمية والممارسات التطبيقية في مجالات الإدارة والاقتصاد والمحاسبة والأنظمة والعلوم السياسية على مستوى الشرق الأوسط. إن تنظيم كلية الاقتصاد والإدارة لهذا الاحتفال فكرة رائدة تذكر برسالتها وتجسد اهتمامها بمنسوبيها والمشاركين في تلك اللقاءات التي تثري الفكر الاقتصادي والإداري وتتيح الفرص للتواصل العلمي، وتعد أحد القنوات الرئيسية للحوار العلمي والنقاش الموضوعي وإيجاد الأساليب المناسبة للتعامل مع نتائج البحوث العلمية. إن التقدم الكبير والمشرف الذي شهدته الكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز هو ثمرة تراكم متواصل ساهمت فيه أجيال متعاقبة من الرواد المخلصين الذين أسهوا منذ إنشائها، فلهم وللقائمين عليها في عهدها الزاهر الشكر والتقدير. وللمكرمين في هذا اليوم أبارك لهم تكريمهم، وباسمهم أيضاً أعد مع تعهد بالوفاء أن نسعى مخلصين إلى مزيد من المشاركات الفعالة والعطاءات المثمرة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق للجميع والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.